100% hip hop, film rap. صح زكي عجبني راسي مزعوطة في راسي من الكراش ديالي. اختك هي وداع بوز، عندي 24 عام، تزاديت وكبرت في خميسات ودابا كنسكن في الرباط وكنقرا الجو فيزوال، كنقرا دوزيام اني ماستر سينما دوكيومونتير وصافي هادشي اللي كاين. بديت الراب في 2016، اول كوبلي كتبتو في 2016، ولكن اوفيسيلمون فوقاش بديت زعما كان رابي فغيمون نقدروا نقولوا 2018 2019، تما فين وليت كان زعما كنحط دي تيكست على دي زانسترو، كنكتب دي سون طوال يعني 16 في 16 رفران، كنحاول نيفولوي شويه تكنيكو. كان فوقاش زعما بديت اوفيسيلمون يمكن في اوكي وايت تشالنج 2019 فيتشرينغ مع بيغ، كان انفيتاني طوطو هو اللي انفيتاني الاستوديو، هو اللي انفيتاني البلان، ريحنا جلسنا هضرنا تكونيكتينا صافي، شفنا اون برود اللي نقدروا نكولابوريو عليها كاملين، كان الانسترو ديال دراغانوف صافي، تما بان لينا بلي نقدروا نديروا شي حاجه باسكو كل واحد ولونيفير ديالو، كل واحد ولاتموسفير ديالو. تحط البلان سجلنا، سجلت المره الاولى في دابير، عاود تسجل في كارتيل فايبس ديال الدراغا وصافي، مرة صورنا الكليب وخرج البروجي. البيك تعامل معايا بخير زعما اون غلاسون دو ريسبي، كان واحد ليشونج زوين ميوزيكالمون، عطاني دي فيدباك بارابور لا فوا فيو ليكسبيريونس اللي هو عنده، راه الكارير ديال البيك راه ممكن حتى شي واحد اللي ينكر ان السطر عنده كارير، دونك كان شويه ديال الفيدباك على لا فوا لاتيتود ديالي، وكانت كونيكسيون مزيانه اللي بقينا اون تري تري بون تيرم وريسبي. بقيت سوبور صراحة فاش يلاه بديت سوبور سيغتو ديال الناس اللي قراب، ديال الدراري صحابي اللي كيرابيو، دراري ديال الجرافيتي زعما الناس لونتوراج ديالي في الرباط، ناس فريمون عاونوني. كان كلشي كلشي كيقول لي خاصك تكملي خاصك تكتبي، بزاف الناس كانوا مؤمنين بيا وثاقين فيا. علاقتي بالجرافيتي، علاقتي بالجرافيتي صراحة ما عنديش علاقة بالجرافيتي، كيعجبني كإليمون من لاكولتور هيب هوب، حاولت انني نطاقي مره مره مع واحد السطيشي لي اوبس، حاولنا نطاقيو شي مرات زعما دي فوا كنحاول انني ندير بلايز ديالي ونبدا نسكيتشي، مي زعما ما تعمقتش في هاد اللعيبه حيت ما عنديش زعما سي با ان طالون كو جو ميتريز و نقدر نمشي فيه بعيد، ولكن زعما جرافيتي راه واحد لاغ اللي كيعجبني بزاف. اختك كيفاش تسميت اختك؟ البلايز اللي كان عندي قبل هو اكس راد، انيوجوال اكس راد، اكس ريفيرونس لمدينتي اللي هي خميسات حيت عندنا اكس في لاكارت، وراد من راديكال بيسكو الاكسبريسيون شويه معقده، يقدر بنادم ما ينطقهاش مزيان، كاين اللي يقول اكس راد اكس ريد، دونك صافي قلت علاش ما نختارش شي حاجه اللي تكون بالدارجه لي او ميم طون كاتشي. ومنين جاتني الانسبيراسيون سي سورتو من لي كلاش، كتلقى في لي كلاش واحد كيكلاشي الاخر بختو ولا مو بحال بحال هاد اللعيبه، راه سي ان بوين فيبل، دونك قلت علاش ما نتابروبرياش واحد الحاجه اللي هي خايبه ورضى واحد الحاجه اللي هي زوينه، حيت اختك هو واحد الانسان اللي غيتعامل معاك مزيان، اللي تشد ديتي غيجيب لك القفه بزاف الحوايج زعما، اختك راه ماشي واحد البوان فابل ولا معيوره، تولي واحد الحاجه عاديه اللي كتستعمل. كوزينة ما قيلا خاصني نمشي للكوزينة ما شويه زعما كنبريكولي بوسكو عايشه راسي ملي كانت عندي 17 عام، دونك كنطيب شويه، ما كنديرش كسكسو بيان سور، ولكن كنطيب داكشي اللي نقدر ناكل وياكلو معايا الناس، شو كنعرف نطيب القلب. ما عنديش مشكله صراحه مع الطراب، غير يمكن حتى 2017 فاش واحد لافاك بدات ديال لي زارتيست ولا كاين الطراب في زعما في لا كولتور هيب هوب في المغرب، عاد وليت كنعرف شنو هو الطراب اصلا، حيت انا جايه من واحد ليكول وحده اخرى اللي هي لولد سكول بوم باب، زعما لي انسبيراسيون ديالي اصلا ايست كوست، ما عنديش فريمون علاقه بشنو طاري دابا في العالم، كنسمع سورتو التسعينات ولا داكشي اللي كيشبه التسعينات، ولكن ما عنديش مشكله مع الطراب لحد الان، مازال ما جربتش انني نحط شي لعيبات الطراب، يمكن مع الوقت غتجي، مي ما عنديش مشكله مع الطراب، وما كنسمعش الطراب الامريكان، كنسمع الطراب ديال المغرب، كيعجبني صراحه لي زارتيست الطراب ديال المغرب، حيت فاش كنجي نكتب كتخرج شي حاجه بحال هكا كنخليها، ما كنحاولش انني نبدلها ولا نسونسوري راسي، كيما جاتني واحد ليكسبيريسيون كيما كنحطها
وزعما في التراك الاخر حاولت انني زعما في الميكساج نلعب بشي لعيبات ديال تخسر الهضره باسكو البوبليك يبان لي بلي هاد اللعيبه بروفوكون. انا صراحه بيرسونيلمون ما عنديش فيها مشكل حيت كما كتجيني واحد الحاجه في راسي كما كنكسبريمها في كتابه. يمكن من هنا لقدام خصني نكالكولي شويه اكثر شنو كنقول، مي زعما الا شي واحد قصتو بداكشي اللي كنقول ولا تاوفند بداكشي اللي كنقول يسمح ليا راه ما عنديش فيها شي حاجه. البنت ما خاصهاش تخسر الهضره ولا لا فيمينيتي ديال البنت ليا لانها كتخسر الهضره، هادشي كامل زعما راه كنسمعو بيان سور. ما كيجيني ما عرفتش دوك لي ستوندار ماشي ضروري صحاح، ماشي ضروري بنت خاصها تكون في واحد الشكل ولا تكون في واحد لو كادغ. مي الا كانت واحد زعما الراب دابا ولاو كيسمعوا ليه كاع لي جينيراسيون، حتى الوالدين راه كيسمعوا للراب. يمكن هادشي علاش نقدر ما نبقاش نخسر الهضره في التراكات ديالي الجايين، زعما با ريسبي الوالديه اون برومي ليو، الناس الكبار الناس اللي ما كيعجبهمش يسمعوا داكشي. مي الكريتير ديال ان بنت ما خاصهاش تخسر الهضره ما عرفتش كيجيني فورسيمون هاد اللعيبه صحيحه. علاش الدري غيخسر الهضره بنت ما تخسرش الهضره؟ ما خسروش الهضره كاملين نتوما. يمكن في الاول حيت زعما الوالدين كاملين راه موسيقى بالنسبه لي واحد الحاجه اللي ما كتوكلش الخبز. مي بويسكو انا عندي قرايتي عندي كارير ديالي ابار عندي خدمتي اللي كندخل بها فلوس واللي نقدر نكون بها اوتونوم، الموسيقى ماشي شي حاجه اللي غتاثر على هادشي. وصراحه الوالده فاش شافت اختي غي وشافت لا كولا بدات هي شويه كتقلب في الموسيقى كتشوف كومون سا سباس في المغرب، وما زعما حتى الان ما كاينش مشكل. يمكن كاين مشكل بارابور لتخسر الهضره ولا لاتيتود ولا الحوايج ولا شي حاجه كيكونوا دي غومارك، مي زعما مي بارون زعما عاطيني بزاف ديال السيبور بزاف ديال الثقه وهادشي اللي مهم. الرابورات البنات الاخرين ما عرفتش صراحه كنحترم اي واحد ولا فور اللي كيدير هاد العبايه الاولى، وكنحترم اصلا لو فيت ديال ان بنت تصدم وتبدا حتى هي ترابي وتكتب. كيفاش كيبان ليا راسي بارابور ليهم صراحه ما نقدرش نقارن حيت انا لونيفير ديالي بوحدو ستيل ديالي بوحدو كتابتي ابا، دونك ما يمكنش ليا نقول انا احسن من وحده ولا هي احسن مني ولا كل واحد و ليفور ديالو كل واحد وشنو كيدير. والله يسهل على الجميع وكنتمنى زعما اننا نقدروا نكولابوغيو وتكون بيناتنا لا كونفيونس يكونوا بيناتنا شي حوايج زوينين باش كاملين نقدروا نافونسي وما يبقاش زعما دومين فيه غير الدراري ولا فيه غير الماسكولين تولي شويه لا توش فيمينين. كي كتجيني يعني ما كتجينيش صراحه إيه بالعكس كنحترمها بزاف كبنت وكارتيست حيت يمكن الانتقادات اللي خدات راه ما يقدش عليهم حتى دري، وعندي لها بزاف ديال الريسبي حيت واخا هكاك خدام على الكارير ديالها مازال كتعطي لافو ديالها زوينه والله يسهل عليها. يمكن اوني ديفيرونت في لو ستيل اوني ديفيرونت في لو مود دو في، ولكن زعما كنابريسيها بزاف و جيسبيغ انها تقاد لا كارير ديالها حيت عندها بزاف ما تقول وعندها بزاف ما تعطي. جديد ديالي كاين بعدا تراك في لوبي ديال ام ار تي اورنج برينت، وكاين فري ستايل ديال الو لا كاش حتى هو غيخرج. كاين سينجل الثاني ديالي اللي سميتو وودز هودا وودز، و شنو كاين اخر كاين فيتشرينغ مع طاني وستور هادشي اللي كاين دابا. حسنا اي واحد كيدير موسيقى زوينه كيعجبني ميوزيكالمون بغي ندير معاه فيتشرينغ. يمكن عندي دي بريفيرونس لي زارتيست اللي كتعجبني صراحه في الراب كيعجبني الكتابه حيت تكنيك والفلو راه تقدر تخدم عليهم، كاين كتابه كتبقى واحد الحاجه اللي ما كايناش عند كلشي. لي زارتيست اللي نبغي نضرب معاهم فاطميزو صراحه نبغي نحط معاه شي حاجه، شكون كاين بزاف صراحه ما علاش لا ماشي كلشي كاع نديرو شي البوم كاين مزيكا. كراش ديالي كان دي كراش كراش ديالي في الوطن المغرب صح حتى كيعجبني راسي كيعجبني راسي كيعجبني لاتيتود ديالي مزعوطة في راسي هو الكراش ديالي. ستريت ارت بعدا واحد الميديا اللي قربنا بزاف من الراب، راه ملي قبل ما نبدا انا كتابه ولا نبدا الرابي راه كنت كنتفرج في ستريت ارت كنشوف كومون سا سباس، و جيسبيغ انهم يكملوا في لي كونتوني ديالهم يديروا دي كابسول وحدين اخرين في دي تيم وحدين اخرين.
شي كلمه للبوبليك ديالي، شكرا حيت سوبورتيتيوني وشكرا على الحب وعلى السوبور، وبلا بكم ما كنتش غنكون. اول اميسيون 100% هيب هوب.